العسكري. المدافع الإنجليزي سيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين على الأقل بعد إصابته في مباراة فريقه الأحد أمام ليفربول. الحكم مارك كلاتنبرغ عن إدارة مباريات البريمير ليج. الإيقاف يأتي على نبقى مع البريمير ليج. ظهير الأيمن لأرسنال كارل جينكنسون يمدد عقده مع فريقه 5 مواسم حتى عام 2018. جينكنسون نجم الكرة السابق أندري شيفشينكو قد يعود إلى الملاعب مرة أخرى، ولكن مدربا هذه المرة الإمارات الوحدة، يعزز صدارته للمجموعة الأولى لكأس اتصالات بفوزه على دبي بهدفين لهدف. الكويت وكأس ولي العهد لقاء ذهب ربع نهائي بين العربي والكويت انتهى بالتعادل بهدف لكل. العربي وزارة الداخلية التونسية أن مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والأهلي الجماهيري ستقام بحضور 35,000 متفرج. تقارير أولية. صورة نادي ليفربول إيان راش يزور الدوحة ويتفقد المنشآت الخاصة بتنظيم قطر لمونديال 2022. راش. وبذا نأتي إلى ختام نشرتنا الرياضية.